شدد الرئيس السنغالي ماكيسال على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع مصر. وأشار الرئيس السنغالي إلى العمل على تكثيف التعاون بين القاهرة ودكار من خلال توقيع اتفاقات في مجالات مختلفة من بينها الطاقة والنقل والكهرباء. نحن اتفقنا حول موضوعات ذات اهتمام مشترك ثنائية ومتعددة الأطراف سويا. نود أن نعزز وننوع التعاون السنغالي المصري سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد قطاعاتنا الخاصة فيما يتعلق بالاتفاقات التي وقعتها الأطراف الوفدين التابعين لنا في إطار هذه الزيارة والتي تنص على الإعفاء من التأشيرة لحاملي أجوزات السفر الدبلوماسية وأجوزات السفر المهمة، وفي مجال الطاقة والكهرباء والرياضة والآثار والمتاحف.